طيب احنا بس هستاذن حضرتك، احنا بنتابع عاجل على الهواء مباشرة وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر انعقاد منتدى افريقيا اوروبا اللي بيقام في العاصمة النمساوية فيينا، واحنا بنشوف الان الرئيس بيتوجه الى داخل مقر المنتدى وفي استقباله المستشار النمساوي. مشاهدينا تابعتوا معنا الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد منتدى أفريقيا أوروبا في العاصمة النمساوية فيينا، وكان في استقبال الرئيس المستشار النمساوي رئيس بيتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في هذه الدورة وأيضا رئيس الاتحاد الأفريقي.